كلها هذه مبني على الثقة الموجودة في الجميع، سواء لاعبين، أجهزة طبية، أجهزة فنية، إدارية، اتحاد سعودي، ثقتنا في الجمهور. بيجي الجمهور وبيدعم الجمهور. لما تكلمني على جدة وملعب جدة، بصراحة يعني اللي قاعدين نشوفه من جمهور المملكة بصفة عامة، لكن جمهور جدة، أتكلم على الغربية تحديدا، جمهور جدة بصفة عامة، بصفة خاصة، عنصر اساسي في تغيير موقع المباراة. واحترامي للجميع، والله يستحقون، الا نبقى الرقم الصعب جمهور المنطقه الغربيه. صحيح. لذلك احنا يعني حتى على مستوى ايضا المسؤولين في جده، سواء عن مسؤولين ملعب الجوهره الاستاذ ابراهيم القوبة او الاخرين، موفرين لنا كل اللي نحتاجه. تعودنا على الفندق ونمط السكن في الفندق واللاعب فهذه أشياء يمكن الكابتن صالح يعرفها. اللاعب خلاص يتأقلم عليها، لا تغير كثير في أمور كثيرة. فالأهم في النقطة اللي أنا بأختمها، يجب يعلم الجميع أنه ليس فقط عملنا لمدة أسبوع أو 5 أيام وصار اللي صار، هذا عمل من فترة سنتين. لكن هي كرة القدم، اليوم صحيح. تفوز صحيح. اليوم تتعادل، اليوم تهزم، أنت تلعب مع فرق عريقة. فاحنا كانت ثقتنا في ابنائنا اللاعبين واخواننا اللاعبين وفي المعطيات اللي حوالينا من اجهزه ومن اتحاد ومن دعم والامكانيات اللي سخرت المنتخب، ما في شك. طيب كابتن دكتور صالح.